الله أكبر. الزمان شهر ذي الحجة من عام 1439 هجرية. المكان مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تجول في شوارعها، تأمل سورها، نظر إلى قلعتها ومسجدها وكنيستها، ثم عاد إلى تاريخ الأمم فلم يجد أفضل من بلدته. شعلة الفخامة توقد من جديد، رفاهية عصرية بعراقة الثقافة اليابانية. يدرك هذا الخنزير الوحشي أنها لربما تكون آخر لحظات حياته. تقول بعض الدراسات أن سرعة الخنزير الوحشي تفوق في بعض الأحيان سرعة الأسد. تزخر هذه المنطقة بجمال الطبيعة ورونقها وتفاصيل بيئتها الساحرة وغيومها التي تلوح بالأفق والغابات الخلابة البهية والمدرجات الزراعية الفاتنة، وبها أماكن عديدة تاريخية تعود إلى مئات السنين. ما هي بنوك الاستثمار؟ أو ما هو البنك الاستثماري؟ كبنك رسمل الإسلامي الأوروبي للاستثمار. من ربوع الأراضي الخضراء نبحث لك سيدتي عن الطماطم ذات القوام السليم والخواص الكاملة والطعم المميز. نختارها بعناية ودقة ونختزل لك عدة كيلوغرامات في عبوة واحدة.